السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الكرام. أنا بقالي فترة ما نزلتش فيديو شرح. أنا معاكم بقى النهاردة، جايبة لكم هنعمل طقم أطفال من خامة 3D، طقم أطفال سريرين. تمام. طبعا الشرح ده هيركز فيه المبتدئين أو اللي عايز يعمل يشتغل من السيدة المصرية، يطلع معاه الشغل كويس، لأن السيدة المصرية دايما القماش بيبقى فيه إن هو يكون مورور، وتبقى معاهم الحرف القماش بيبقى فيه زي مطه كده، فبيجي يطنه بيبقى فيه ورورة. طبعا انا ما شاء الله انا هعمل اهوت معايا 5 متر من 3D الرسمه دي، فهدخل معاها الاصفر، هي فيها اصفر اهو. تمام. ومعايا الساده مصريه على فكره، بس هي ما شاء الله خامه انا جايبها منقياها. على فكره المصريه حلوه جدا، بس عايز اللي يشتريها تكون بايديه، بملمس ايديه. انا ما باجي اشتري بركز الاول ان تكون القماشه مش عليها وبره هنا، تكون ناعمه، ويكون يعني ايه، ما تبقاش طريه ملكيه كده، تبقى القماش زي ما انتم شايفين شكل كده شكله نظيف. طبعا انا جايبه من الساده المصريه، جايبه مترين ونص، يعني مترين ونص ده يبقى كده معانا طقم الاطفال كله على بعضه 7 متر ونص، هيعمل طقم اطفال حلو. الاول انا بالنسبه ان انا هقص الكرانيش بتاعه الطقم، انا هشتغل طبعا الاول هقص الكرانيش معاكم في الساده. معايا طبعا المنقوش، هنطلع منه الملايتين، وهنطلع مش منه وش الخدوديات والديل بتاع الكرانيش، وهنشوف هيطلع معانا ايه. احنا يعني كده ايه، ما عملتش معاكم يعني، لسه هبدا معاكم. الاول هنقص هنقيس معاكم اهو، بوريكم ان هو مثلا الساده زي ما قلت لكم هو ساده، بس اجى عليه فتره في المصريه، يعني هي الايام دي والايام اللي فاتت بصراحه، بس هو كان من اول انا دي جايبها وكانت عندي من فتره. المصريه انا عمري ما جبت حاجه اونلاين، انا متاح لي ان انا بصراحه ان انا اروح اجيب حاجتي بنفسي، لكن اللي مش متاح لي المصريه بالذات، لو تعرفي تشتري منها اتواب، لان هي في الاول بتبقى كويسه وبتيجي في نص التوب بتبقى تغير، يعني مثلا تبقى معاكي في اول التوب خامه جميله خالص خالص، تيجي في نص التوب تبقى تقلب معاكي كريشه، تقلب معاكي خامه زي البلاستيك، تقلب معاكي خامه سيموكن، تبقى خامه مش كويسه. لكن هي كشغل بصراحه كرانيش انا بعملها، بشتغل بيها دايما في ال 3D التركي، وبشتغل فيها في الماكرو فايبر، اي حاجه مخلط بحط معاها مخلط. طبعا انتوا عارفين ان المصريه هي قماش مخلط، هي من خامه ال 3D وخامه الماكرو فايبر، هما كلهم معمولين اصلا من الفايبر، بس خامتهم طريه وحلوه. اللي يحليها قط ان انت تكوني متاكده ان القماشه كويسه، ما يبقاش ان هي تقطع. بصوا القماشه دي انا جايبها من فتره، يعني بصوا اهي، يعني بص هو معاكي الثانيه بتاعت القماش اهي، تانيه القماش اهي. طبعا انت مش هتيجي تعملي من عند البورصه تشقي، لان من عند البورصه لو شقيتي ممكن تشق، هي طبعا دي معايا القماش ده جامد على فكره، فانا بشقه طبعا. وبعدين مش هتشقي جامد ان انت تقطعي القماش، انت بس كده هي هتبان. يعني اصلا القماش المصريه كان بيبقى فيه دايب، عشان بس نبقى صريحين مع بعض، المصريه الفتره اللي فاتت ديت كلها كان معظم الالوان فيه دايب، بس بصراحه من كام لون كده ما كانش، يعني دايما تلاقي في المصريه الاصفر بتاعها والاحمر بتاعها والسيمون بتاعها والبينك بصراحه حلوين كشغل وخامه، انت حتى لما تيجي تشتريه بيبقى خامه. بس كمان لازم اعرفكم ان المصريه لازم تتجاب بالايد، ما بتتجابش كده، لان ممكن تبقى القماشه عليها وبره كتير، وبره جوه، وتلاقيها طريه خالص، دي بتبقى دايبه دايبه، يعني تيجي حتى تعملي القماش كده هتلاقيه بيقطع في ايديك. بصي من عند التانيه القماش، القماش معاك اهو، القماش معايا اهو، تمام، من عند التانيه بتاعت القماش. انت مثلا اعملي مثلا كده بعكس الطول اهو، كده كده وكده، يعني اعملي كده وكده، لقيتيها معاكي تمام، انت بدك ما تقطع، يعني انت بتشدي بدك بشده براحتك اهي، كده اهي وكده، ادام تمام خلاص اشتري. انا دلوقتي وانت بعمل كده، يعني حتى التاجر شافني ما شافنيش بعمل كده، بيجي يتكلم يقول له القماش بلاقيه دايب. حتى كمان في الماكرو فايبر، الماكرو فايبر لما اجي اشتري الاتواب بصوا بتبقى كده اهي، يعني عندي تانية القماش اهي، بتعملي كده وبتعملي كده، سواء اشتريتي قماش بالمتر او اشتريتي كده، انت مثلا تعملي اختبار القماش بحيث ان انت ما تطيريش الزبون مني. تمام. انا معاكم بقى اهي، انا بقى اهي ان كده بقى معايا المتر، انا كده اصلا كل شغلي بقصه على ماكه الاوفر، هي عليها متر، ادي كده ايه ده اهو متر، ادي متر، هو الاثنين ونص هيطلعوا معاكي الكرانيش، وهيطلعوا منه مخدات او الخدوديات، هيطلعوا منهم يعني حلو جدا. طبعا انا بعمل بقى انت كده، انا مش بعمل ادي 2.5 اهو بالظبط. بالنسبه يا بنات الكرانيش، انا طبعا انت لو انت هتشتغلي في العادي انت يدي 2.5 متر،
فانت هتروحي بقى عامله ايه؟ هتروحي مثلا ايه قصه بقى، يعني هتروحي قصه بعرض القماش كده، يعني انت بالتانية بتاعت القماش، لا انت شوفي هتروحي عامله نص متر ونص متر، وهتعملي لك 2 متر، فانت كده هتحضري في القماش معاكي. الحل بقى في ده ايه؟ انت جايبه 2 متر ونص اهو، تمام؟ ال 2 متر ونص دول هتخلي الكورنيش بطول ال 2 متر ونص. يعني انت هتمشي عكس التانية بتاعت القماش، يعني انا معايا اهو القماش، انا بقى لما اجي اقص الكورنيش، بصوا المصريه بالذات بتحب الشق. فهماني؟ انا بص اهو، انا دلوقتي مش هعمل البنات كلها فاكره ان هي هتقص كده زي العمريه، لا هي عكس العمريه، يعني القماش ده اصلا هو عكس الاقطاب، هو مش قطن، فهو ما بنيجي نشتغل بيه بنشتغل عكس القطن، تمام؟ انا دلوقتي معايا اهو القماش بالثانيه بتاعته اهي، انا بقى مش هقص بالثانيه بتاعته كده مثلا نص في نص في نص، يوم اقص يعني اعتبر مثلا مترين، لا انا مش هقص كده، انا هقص بالطول بتاع القماش اللي هو طول المترين ونص. خليكم مركزين شويه، المصريه حلوه جدا في الكريش، بتطلع معاك الكريش احسن من العمليه كمان، احلى من القطن، بس عايزه انك انت تكوني مركزه فيها شويه. انت كده اهو خلاص، انت كده كده الاثنين متر ونص دول هتجيبهم في سرير كبير او في سرير اطفال. ليه بقى بدهم 2 متر ونص؟ عشان خاطر يبقى الكورنيش بتاعك يبقى هو الطول بتاعه زي طول القماش، يعني 2 متر ونص. هتروحي مثلا في السرير الكبير، لما تيجي تحتاجي تعملي سرير كبير، لو جنبين هي 3 قطع، لو جنب واحد هي له قطعه ونص، اللي هي الطول بتاعها 2 ونص في مثلا 40 او زي ما انت عايزه، او نص متر زي ما انت عايزه، عرض طول الكورنيش ايه اللي هو العرض بتاعه ده، اللي هو الارتفاع بتاع الكورنيش. طبعا انا هدخل معايا منقوش بتاع 20 سنتي، فانا هعمل ايه؟ ادي اهو بص الطول البصره دوت كده، الطول بتاع القماش اللي هو 2 متر ونص، يعني انا قطع 2 متر ونص قماش، فانا هشتغل على الطول بتاعهم. الكرانيش، كرانيش الاطفال بتاخد لانه سريرين، سريرين يعني يعتبر جنبين، بياخد 3 قطع من ال 2 متر ونص دول اللي هو ايه الطول بتاع القماش، فاهميني ازاي بقى؟ بصوا انا دلوقتي كده انا هدخل معاه طبعا منقوش، فالكورنيش هعمله 40 سنتي مش هعمله 50. لو انت هتعملي الكورنيش كله ساده، الارتفاع بتاعه ساده، هتقصي 55، لكن انا هعمل الكورنيش 40 سنتي وهدخل فيه من تحت بتاع 15 سنتي، فبيصفى معاكي على 55، تمام؟ ادي اهو 50 سنتي. ركزوا يا بنات كده بالمبتدئات، انا هشرح بتاعي للمبتدئات طبعا، واللي عايز برضك يشوفني من المحترفين مفيش مشكله. انا دلوقتي بفيدكم في حاجه، ان انت ازاي تشتغلي في المصريه اللي الكل بيشتكي، ازاي اطلع كرانيش حلوه بالمصريه. حتى كتير بيستسهلوا ان هم يشتغلوا المصريه ككشكشه، لا المصريه والله بتطلع كرانيش احلى من العمريه. انا هو على شغلي، ولو بس فتحتي صفحتي على الفيسبوك وتابعتيني، او مثلا شفتي شغلي كمان في الماكرو فايبر او اي شغل مخلط، بدخل معاه مخلط، قطن بدخل معاه قطن. فانت لو تابعتيني على وشفتي الشغل بتاع الكرانيش، انت نفسك هتلاقي نفس الكرانيش دي معموله ازاي، لان وشغاله بدوست الكشكشه، دوست الكشكشه بتريحك كتير، وانت دوست الكشكشه كمان هي فعلا في الاول بتبقى معاكي كده مش يعني ايه مش واضحه عليها، بتستسهلي انك تعملي كسر كسر، بس انت بتتعبي ليه؟ انك تعملي كسر كسر بتتعبي نفسك ليه؟ الكشكشه بقى انت لو اخدتي عليها ومشيت معاكي انت انك تجربي عليها كده، عايزه ممارسه. والمسمار اللي في الظهر ده لما اجي اشتغل عليها اقول لكم بيتعمل ازاي، اهم حاجه ان هو انت لو ظبطتيه اول مره مشيتي عليه الدنيا ماشيه عليكي معاكي كويس حلو جدا. فهنقص بقى مع بعض اهو عشان ما ننطقش من بعض في الشرح. احنا دلوقتي شغالين في السادس، الساده 2 متر ونص، بطول ال 2 متر ونص اهو عندهم زي ما هو اللي هنشق منهم، يعني البورس اللي معايا اهو، وادي هنشتغل على عرض القماش اللي هو 240، يعني 240 دول هنطلع منهم الكرانيش وهنطلع منهم المخدات بتاعتنا او الكرانيش بتاعت الخدليات. ادي اهو يا بنات، ادي نص متر 40 سنتي، قولي هنعمل 80 على بعض عشان ايه تبقى شقه واحده. ادي بصوا 80 سنتي اهم، هي الحته دي بس اللي ايه اللي هتبقى ايه عايزه تركيز شويه، لكن بقيت الطقم انتوا عارفين اصلا الشرح وعارفين كل حاجه. بصوا ادي 80 سنتي اهم، تمام؟ بصوا بص القماش ادام دي معاكي التكه اللي لها الحس دي، تعرفي ان القماشه كده هي حلوه قويه. اما لو ملهاش الحس ده، تعرفي ان القماشه لو طلعت مثلا بصوت واطي ناعمه خالص في التكه، تعرفي ان القماشه دي دايبه. ادام بس الشقه ايوه، المصريه بيحب الشقه، ادام شقه والبورس بتاعك معاكي في طول القماش، عمرها انا بقول لك اهو عن ثقه وعن تجارب، عمر القصه دي ما هتخش معاكي يمين وشمال، بيطلع احسن من قصه المقص. طول ما انت شقه بطول البورسول اهو، يعني انا شقه انا قصيت 2 متر ونص،
هشق بالطول بتاعهم، مش هشق بالعكس بتاعهم، انا هشق بالطول بتاعهم. طول ما انت شقه بالطول عمر القماش ما هيحدف مني ويعروج مني نهائي نهائي، لان في بلد بيقولوا ممكن يعروج مننا وبيحدف مننا في الشق. لا صدقيني لا، اجل كده قصه دي 80 سم صح؟ احنا عايزين 3 قطع بقى من ال 40 سم، عايزين 3 قطع ادي اهو. بصي اسهل شغل شغل الشقه ده، انا كنت الاول بخاف اشق على فكره، بس فعلا شغل المخلط كله بيحب الشقه، حتى اللي هو التركي كمان بيبقى حلو في الشقه، بس التركي منه تقيل شويه عن المصريه، فممكن تلاقيه بس ايه يعني ايه عامل شويه كشكشه مش عارفه ايه. فهو بس بعمله شق لو انا هعمل كرانيش اسطوانات مثلا اللي عايزه كشكشه مريحاني ممكن اعملها شق، لكن هو كقص بردك حلو، لكن المصريه حلوه جدا عشان خاطر القماش ساعات بيبقى فيه مطه فبيورور معاكي، تبقى التانيه معاكي مورورة مهما كوتيها ومهما عملتيها برضك بتظهر فيها الورورة. فانت حلك في المصرية كشغل عامة عامة. طبعا السرير الكبير هتقولي طب انا ايه في السرير الكبير مش عايزة الا مترين بس، هاتي مترين وشقي واعملي قطعتين في بعض، بدل ما تعملي قطعة ونص اعملي قطعتين في السرير الكبير. انت عارفة انت السرير الكبير هتقولي مثلا جايبة 4 متر منقوش وهعوز مترين بس في السادة، هو لازم 2.5؟ لا السرير الكبير عادي اعملي 2 متر، اما الاطفال ال 2 متر ونص على بعض هيوفروا معاكي، هيطلعوا معاكي 3 قطع من دول. بصوا اهي تطلع السلم، بصوا اهي مسطره ولا فيها حدفه. وكمان حلاوتها في ايه كمان؟ انه مش ما بيكونش منسل التنسيل هو بيبهدلك، لا هو بيبقى خيوط اللي بيخليها تطلع معاكي. بصي انت بتجيبي من عرض من القماش نفسه، بصي بيطلع معاكي خيوط بالطول لكن ما بينسلش. بصي القماش في الشق ما بينسلش نهائي نهائي، هو بس ممكن يطلع معاكي خيط بالطول بطول القماشه بس كده بسيط، لكن القماش ما فيهوش اي تنسيل. صدقوني اللي هيشتغل شقي بعد كده هيدعي لي، وعايزه منكم دعوه حلوه وتدعموني في القناه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، وصدقوني ان شاء الله ان شاء الله هحاول اعمل لكم كل حاجه انا بشتغلها. هنقص بقى احنا كده ايه معانا قطعتين اللي هي 40 و40 و40، فاضل لنا كمان ايه. بصي ده انت كده مش هتتلخبطي اهو، المعاكي المشقوقه اهو هتبقي بقى واخده ايه ال 40 الثالثه، يبقى طقم الاطفال هياخد 3 قطع في 40 تمام. ادي 40 الثالثه اهي، وتروحي شقه بالمقص القطعه الثالثه. القطعه الثالثه دي بقى ايه كده؟ دي الكرانيش، هتروحي اسماء هتروحي موصلاهم في بعض بالاوفر، وانت على مكنه الاوفر كده تروحي موصلاهم في بعض ورميهم عند المكنه. ادي اهو يا بنات، انا هحاول انزل لكم الشرح الاول وبعد كده ننزل شرح التقفيل عشان برضك المساحه بتاعت التليفون عندي تقدر انها تتحمل على اليوتيوب. شايفين الشقه دي؟ كل اللي هم كنا عارف انتوا بتشتغلوا كل حاجه الكريش وكل حاجه، بس انتوا ما حدش مدرك يعني اشقه ازاي. يعني طبعا بنات مثلا لسه مبتدئه او كده تقولي انا هشق ازاي القماش، زي ما قلت لك انت قطعتي 2 متر ونص او قطعتي 2 متر مثلا السرير الكبير، هتخلي البورس بتاعك هو بالطول، يعني بطول ال 2 متر ونص دول هتقطعي 3 قطع في 40 لسرير الاطفال، لان هو يعتبر جنبين معاكي لسرير الاطفال. حتى لو هتعملي سرير كبير جنبين هتعملي بقى 3 قطع في 2.5، فاهميني؟ يعني السرير الكبير لو هتعملي جنب واحد بس ومحتاجه بس مترين قماش مش مشكله، هيعملوا معاكي برده كرانيش تعملي قطعتين. اما لو هتحتاجي فيه جنبين هتعملي 3 قطع، في الاطفال هتحتاجي 5 متر منقوش وهتحتاجي 2 متر ونص، 2 متر ونص هتطلعي منهم 3 قطع في 40 اللي احنا شقيناهم دول اهو، وهيفضل معاكي. خليكي مركزه بقى انت كده اهو، طول القماش ال 2 متر ونص دول ثابتين معاكي، 2 متر ونص دول ثابتين معاكي، هتطلعي منهم كريش، هتطلعي منهم خداديات، مخدات، هما ثابتين معاكي. انت شغلك كله في عرض القماش اللي هو 240 او 235. انتوا فاهميني؟ اللي يا ريت اللي يبقى فاهمني يقول مثلا شرح كده كويس، خليكي مكمله كده تمام. انا كده دلوقتي بشرح لكم مباشر، مش مثلا بودي الفيديو على البرنامج وبعد كده بسجل. انا بحس ان هو مباشر افضل، بحس ان مفيش حاجه تفوتني. هو طبعا بياخد مساحه اكبر في التخزين التحميل يعني، بس بالنسبه لي انا هبقى اسهل لي وما ضيعش مني وقت. فانتوا تشوفوا ايه كويس، زي ما قلت لكم لازم تدعموني في القناه، واللي ما اشتركش يشترك وتفعلي زر الجرس حتى يصل كل جديد، وتعليق ما تنسوش التعليق والاعجاب. يعني انا عايزه احس المره دي ان الفيديو مختلف جدا تمام، عشان نكمل مع بعض. دلوقتي انا هشرح، انا دلوقتي اعتبر ده كده ايه شرح الاصل، لكن هعمل فيديو كمان ان احنا نقفل على المكنه واوريكي ازاي اكشكش
بالكشكشه الكرانيش المصريه، هتشوفي احلى احلى كشكشه فيها بصراحه. انا بقول لك كلام ثقه. انا كده خلاص طلعت من 2.5 متر 3 قطع في 40 لطقم الاطفال، تمام. لسه بقى فاضل لي ايه؟ انا كده بقى شغاله في الساده بس الاول، المنقوش كده كده هو ما عارفه تطلعي منه ايه، لكن احنا كده في الساده. هنعمل ايه بقى؟ انت كده هتعوزي لكرانيش الخدديات، ان بقى هنطلع بقى كرانيشنا، بس نشوف دي كده الاول عرضها كام عشان نشوف هنطلع منها ايه. ادي ديت كده معانا 100 وحاجه، معانا 100 وحاجه. احنا ممكن هنعمل ايه بقى؟ هنطلع الاول الكرانيش بتاعت الخدديات، هنطلع 3 قطع. انت ممكن تعملي 4 بس ديت القماش بتاعها مرتاح، فتعملي 3 حلوه قوي. انت بقى هتعملي ايه بقى في كرانيش الخدديات؟ هتعملي مثلا 15 سنتي، 15 سنتي اهو، وتروحي شقاهم. طبعا ما تقلقيش خالص خالص، طول ما انت بتشقي الطول اللي 2.5 متر عمرك ما تقلقي بطول ال 2.5 متر، الشق بطول ال 2.5 متر اللي انت قصاهم، مش بعرض القماش اللي هو موجود اصلا. لا، ادي شقيت حته اهو وشق. شوفي ازاي تطلعي معاكي كشكشه حلوه. قلنا 15 هنقسمهم على الاثنين، 15 هنقسمهم على الاثنين اهو. انت ممكن تعملي كل خدادية قطعتين، وممكن تعملي الخداديتين 3 قطع، 3 قطع هيبقوا كويسين، مش تقلقي. بصوا بصوا الشق، بصوا الشق، يعني دي كده كرانيش الخدديات. لان انا هعمل المخده الخدديه بشكل الطاووس ده، بشكل البجعه، هي الرسمه فيها بجعه، فهعمل الخدديه، هحاول اخلي البجعه دي موجوده في الخدديه، والكورنيش عليها دايما ما يدور زي ما قلنا اهو 15 وشقين. اوعي عارفه الشق ده بيسهل عليك الشغل، وبيخليكي كمان بسرعه تتنجزي، يعني ما بتقصي، تقصي بقى تحاولي تظبطي القماش ومش عارفه ايه. شغل الشقي ده انت لو اشتغلتيه هتحبيه جدا جدا، ومش بهدر قماش ولا حاجه، ايه يعني حتى لو طلعت منك حته هتعملها في حاجات تانيه، فاهميني؟ كده احنا ايه؟ انا بس كمان حته 7.5 متر، 7.5 متر اهي. احنا كده خدنا 15 وقسمناهم على الاثنين، وبص كان شبه اهي، مع انها حته صغيره انت كده هتفتكري ان هي ممكن تورور معاك او ممكن تلف معاكي في القف الشق، ابدا نهائي. الشق في المصرية احلى بكتير من القص. ادي اهي الحتة اللي هي 7.5، زي ما احنا عملنا قطعتين 15 وقسمناهم على 2، كل قطعة 7.5، يبقى احنا كده معانا 3 قطع 7.5 سنتي في طول 2.5 متر، وهتشبكيهم ببعض وتروحي بقى على البرم. البرم بيبقى حلو جدا كمان في المصرية، لانك انت شغالة على الشق، فبصي مش معاكي تمثيل، فالبرم جميل جدا 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 في المصريه طول ما انت شقاها. صدقيني انت هتشوفيني، انا هعمل ده الفيديو ده هيكون قص وشرح القص ازاي، اما التقفيل هتشوفي يعني ايه برم حلو قوي في المصريه، هو والكشكشه بدوس الكشكشه. فانتظروا مني الفيديو اللي بعد ده، هيبقى احلى كمان من القص، وهتشوف الشغل عامل ازاي. كده احنا خدنا 3 قطع في 7.5 للكرنيش بتاعت الخدديات، وخدنا 3 قطع في 40 سنتي لكرنيش الملايه اللي هما الملايتين، احنا شغالين طقم اطفال. هنشوف بقى اللي فاض مني من 240 اللي هما عرض القماش اصلا، لكن طول القماش انا شغاله بيه ان هو يكون طول الكورنيش وطول الكورنيش بتاع الخدديات. يعني انا معايا 2.5 متر اللي انا قصاهم وشارياهم، هما هيكونوا طول الكورنيش بتاعي، فاهميني؟ دلوقتي هشوف بقى فاضل معايا كام. لو فاضل معايا 90 سنتي، بص هو فاضل معايا متر، تمام؟ عارفه بقى المتر ده طلعي منه 90 سنتي عشان يبقى معاكي كل ما هيطلع معاكي. شوفي بصي معاكي متر اهو، بعد ما خدتي 3 قطع كرانيش و3 قطع كرانيش كمان بتاع الخدديات، هيفيد معاكي متر اهو. هتعملي ايه بالمتر ده؟ المتر ده هتروحي جايه عامله 90 سنتي، ال 90 سنتي دول بطول المترين ونص، هيطلعوا معاكي 2 مخده طويله. فهمتيني؟ يعني انت كده ما هدرتيش خالص في ال 2.5 متر حاجه، ما هدرتيش فعلا. انت كده معاكي دلوقتي طلعتي من 2.5 متر، طلعتي منهم كرنيش الملايه، وطلعتي منهم كرنيش الخدديات،
ها خلينا بس مركزين مع بعض، بسرعة انت لو فهمتي الشغل هتريحي نفسك جامد جامد بعد كده في الشغل مع المصريه. لا هيهمك القماش مورور ولا لافف. انت عارفه ان القماشه المورورة دي اللي انت بتقولي عليها لفه ومورورة دي بتبقى جامده حديد، ما تخافيش منها ما تشتريها. سيبك منها مورورة، انت ادام انت ماشيه على طول مش هتحتاجي المورورة دي في حاجه الا هنا، هتبقى بس زي المورورة اللي انت بتقولي عليها دي بتبقى هتبقى موجوده في الوصلات، فان انت تكوني موصله حاجه في حاجه. اما التانيه القماش بتاع الديل او بتاع الكورنيش هيبقى معاكي في الشق الجميل ده اللي هو طول القماش اللي مترين ونص، هيبقى في الشق اللي هو اصلا ما فيهوش اي، بصوا شايفين اي تنسيل، يعني انتوا شايفين ده ما فيهوش اي تنسيق، فانت معاكي قماشه نظيفه جدا جدا، هتبقى معاكي حلوه في البر، هتبقى حلوه كمان معاكي في التانيه، هتتني تانيه عمرك ما تنيتيها في قماش مصريه قبل كده لو انت شغاله بالقص بتاعك العادي. اما لو اشتغلتي بالشق اللي هو الطول المترين ونص احنا قطعناهم هتلاقي شغلك 10 على 10. بصي اهي، ولا التنسيق ولا اي حاجه، ومعاكي البرم كويس او معاكي التانيه كويس. احنا قلنا بقى كده احنا فاض معانا المتر من عرض القماش، احنا طلعنا من عرض القماش طول القماش شغلنا عليه اللي هو يكون طول الكرانيش، طلعنا منه انا برضك بركز معاكم بعيد معاكم تاني هو عشان خاطر ان الشرح يكون كويس، لان في بنات بيبقى عايزين تركيز شويه، عايزين ايه ان احنا نعيد لهم الكلام. انا معاكم للاخر، احنا كده خلاص انا عرفت انا عملت طقمي، طقمي 5 متر منقوش اطفال، وهاخد معايا 2 متر ونص ساده. تمام، الساده طلعنا منه 3 قطع في 40 بطول المترين ونص، زي ما انا قلت لكم هتخلوا الطول ده هو طول الكرانيش اللي هو هيطول الطول اللي هيكون في الشقه، اللي هو هيكون معاكي بدايته بورسل ونهايته اهي بورسل اهي. تمام، فاض معايا ديت قلنا عليها هتكون متر، هتروحي بالمتر كده يا بنات اهي، هتروحي بقى ايه جايه عند التسعين، وهيفيد معاكي حته بتاعت 10 سنتي اهي، هقولك تعملي بيها ايه عشان توفري عليكي على نفسك كمان الجوبير. بصي يا بنات يعني الطقم ده هيبقى مميز، هيبقى معاكي في الطقم ده انا بشتغله، بصي ادي كده 90 سنتي اهو، انا كده اهو 90 سنتي اهو، زي ما قلت لكم طول 80 سنة على صوت الشق ده. على فكره الشغل بالشق كمان هيخليكي دايما كمان يعني متاكده انت موديه للزبون قماش حلو ما فيهوش اي شيطان. شغلك بالشق دايما اشتغلي بالشق في العياشي واشتغلي بالشق في المصريه، لان هما ده كله قماش اصلا مخلط، فالمخرج توت ما انت شغاله بالشقه تبقي انت عارفه ان القماشه دي كويسه معاك، توت ما انت شغاله بالشقه لا لا يعني هيبين لك القماشه اذا كانت شايطه او لا. وزي ما قلت لكم توت ما انت سامعه ان القماش حلو اهو معاكي القماش معاكي كويس، تعرفي ان القماشه كويسه خالص ما فيهاش اي قلق، قماشه جامده حديد اهي، توت ما انت سامعه حس القماش. طبعا انا كده خلاص اهو 90 سنتي اهم اهو 90 سنتي، هروح بقى 90 سنتي دول في ايه؟ هتروحي تانيهم على بعض كده، ما انا بقى معايا عرض القماش بتاعي اللي هو 240 هيطلع معاكي اهو المخدتين. طبعا انت اهو بصوا اهو اهو 120 في 90، طبعا انت طبعا هتبقى المخده ممكن تروحي بقى ايه هيفيد معاكي من المنقوش الاسود ده، هتروحي كده حاطه كنار 10 سنتي من هنا وكنار 10 سنتي من هنا بحيث انك تطولي المخده، او تحطي كورنيش اللي يفيد معاكي ان المنقوش هتحطي فيه كورنيش بتاع 5 سنتي من كل جهه، او تحطي قطع 10 سنتي من كل جهه. خلاص كده احنا كده خلاص المخدات الطويله، طبعا انت هتشوفيها في قلب الشغل، ادي معاكي اهي هشقها معاكم كمان هقول دي بقى. طبعا ده بص انا بشق بالطول في الطول اللي هو 2 ونص، لكن لما اجي هنا بقى دي شوفوا دي انا كده هم مخدتين معايا اهم قسمتهم بالطول اللي كانوا 2 ونص على كل قطعه 120 اللي هو ايه 125 اللي هو الطول بتاع القماش. معلش بس عفوا ايه انا معايا بص عشان بس نتلخبط، انا مطلعه 90 دول من اللي فاض من الشق ماشي اللي هو كان عرض القماش، انا بشق في عرض القماش تمام، لكن طول القماش اللي هو طول البورسل ده ها ده الشقه بتبقى عليه، يعني البورسل معايا كده وانا بشق كده تمام. انا قلت لكم فاض معايا ايه اللي فاض معايا المتر، خدت ال 10 سم على جنب ومعايا دلوقتي 90 تمام. ال 90 دول طولهم في ال 2 متر ونص اللي هم طول القماش اللي نقصته اصلا في البدايه من عند التاجر، هروح مطبقهم على بعض اهو عشان هعملهم مخدتين طوال، هيبقى كل مخده 125 في ال 90. طبعا انا هنا مطبقهم بقى كده هتقولي مثلا شق يا ولاء، هقول لك لا هنا بقى مش هينفع شق، لان انا هنا لو شقيت الشق بقى هنا هيحدف،
مش هيجي معايا طولي، مش هيجي معايا مظبوط، هيحدف، ممكن يخش يمين في شمال هيحدف، فدي لازم اقص. شفتي في قسمه المخدتين لازم اقص اهو. طبعا انت مطبقاهم كويس هيتقص معايا، القماش اصلا حلوه ما شاء الله، القماش اصلا ناعمه وحلوه. دلوقتي ما انت تشتري القماش ناعم، سيبك من هو يكون طري، الطريان ده مش حلو على فكره، سيبك انك انت تدوري على حاجه طريه، انت لو لاقي قماشه ناعمه وش وظهر يعني وفي سنه نشفان، يعني سنه مش ان هي تكون ناشفه قوي وتخرفش، لا سنه نشفان بس فيها، بتبقى احلى بكتير من القماشه الطريه قوي. سواء في اي حاجه القماشه الطريه قوي دي بتبقى قماشه دايبه، دايبه فعلا، انك تجيبي قماشه طريه خالص وعليها وبره جوه وبره بتبقى قماشه دايبه. انا كده خلاص، هو عشان بس انتوا ايه المخدتين اللي فاضلين معايا كده، المخده هتبقى 90 في 125، هم ايه الاتنين متر ونص، احنا قسمناهم على اتنين عشان يبقوا مخده، ادي 90 اهو، وادي هبقى معايا كل المخده طولها 125 مش 120 كمان، عارفه ان انا اتلخبطت، ادي 125 مفيش مشكله. بقى هيفيد معاكي طبعا القماش الاسود ده اللي هو المنقوش، هتعملي كورنيش هنا وكورنيش هنا، بحيث ان هو ايه هيحل المخده الطويله، ما فاضش معاكي مش مشكله اتني بس، لان انت معاكي 125 هتبقى 5 سم تاني، ومعاكي طول المخدات 120 كويس في طقم الاطفال. فار قماش مش هتضريه وترميه، حطيه في المخدات الطويله اللي هو يطولها وتعملي لها كورنيش، يا اما برواز يا اما كورنيش، حاجه من الاثنين. البرواز بيبقى 10 سم، الكورنيش بيبقى من كل جهه 7 سم ونص، لان بعد التن بس معاكي على 5 سم. خليكي دايما تزودي، انت لو عايزه الكورنيش بتاعك صافي 5 سم لازم تقصي بزياده 7.5 6.5، بحيث ان هو مع التاني والدوس، يعني هو 7.5 حلو، لانك يعني انت سنتي هيدخل في تانيه وسنتي هتمشي عليه بقى في الخياطه، يعني كده هيفضل معاكي 5.5 سنتي، فاهميني؟ فلازم انت حتى في الخداديات بتاعتك لما تيجي تقصي في الخداديات او اي حاجه هتقصي، يعني مثلا الكورنيش عايزاه كله 50 سنتي قصي 55، عايزه المخدات 50 في 70 قصي، بقى روح قصي 55 في مثلا ايه ده 73 74 حسب، بس يعني دايما بسيب يعني ايه سنتات زياده كده. انا خلاص المخدات، طبعا انت هتقولي يا ولا فايد معاكي 10 سم، هم ال 10 سم دول هنعمل بيهم ايه؟ قسميهم اتنين كده على بعض، مش هيهدروا معايا كده على فكره، هيطلع طقم جميل جدا. يبقى انا كده الطقم ده هشتغل معاكم فيه بدوست البرم، دوست الكشكش عشان تنتظروني في الفيديو الجاي، البرم هشتغل معاكم كمان برم، يعني تلات دواسات هستخدمهم معاكم في الطقم دوت، غير الدواسه العاديه باربع دواسات، الدواسه العاديه هشتغل بيها معايا دواسه الكشكشه للكرانيش، ومعايا دواسه التانية اللي هي البرم هي التانية اللي انا هتني بيها الكرانيش، ومعايا دواسه الرجل واحده اللي انا هشتغل بيها القطام، يعني الطقم ده ما شاء الله هيبقى معاكي فيه كذا مرحله للدواسات. يبقى انا كده ايه هعمل لكم الدواسات عملي ومع شغل طقم الاطفال ده. طبعا احنا 2 متر ونص فاض معايا اللي هم ال 10 سم دول، هتعملي فيهم ايه ولا هقسمهم بالنص كده شق كمان، ده مش شقي، بصي مريح جدا الشق اهو اهو، ادي اهو كل قطعه دي بقى هتبقى ايه، دي هتبقى للقطان، انا هعمل الطقم ده قطان، بدا اوفر على نفسي الجوبين طبعا وكده، القطان كمان هو على فكره هو متعب، مش ان هو مثلا ايه بقى ارخص ولا كده، لا هو شغل القطان بقى اشيك جدا من الجبرات، يعني الشغل اللي بيبقى فيه قطان بقى اشيك جدا من الجبرات، لكن هو مش ارخص، لا بالعكس ده هو اصلا متعب لينا، لانك انت ادي قصيتي القطان اهو، لسه هتعملي تحطي القطان في قلب القماش وتروحي مخيطاه تمام، وبعد كده هتحطي الشريط بتاع القطان ده على الملايه، شوفي دي تاني خياطه اهي بطولها، وبعد كده هتركبي الكورنيش بعد ما تكوني ثبتي القطان في الملايه، يعني هيبقى في ثلاث مراحل، فهو كده طبعا هو مش موفر ولا حاجه، ده هو وقت عليا ومجهود، فطبعا الجوبير يعني ما بخلص الطقم خالص بروح حاطه الجوبير وخلاص، بس الاشيك فعلا والكويس بيبقى شغل القطان. فطبعا كده احنا كده كتبنا المرمي القماشه دي بالطول دوت، هعمل بها ايه؟ عملنا بها للطقم قطان. يبقى كده احنا معانا كده الطقم ما شاء الله عملنا ال 2 متر ونص ما رميناش منهم سنتي، ال 2 متر ونص في الاطفال ما رميناش منهم سنتي. وكذلك كمان برضك في الكبير برضك بتحاولي انك انت كمان هبعمل معاكوا طقم كبير كمان مع القماشه المصريه الساده، بخليكي كمان ما تطلعيش منه حاجه. سواء جبتي مترين بس او جبتي 2 متر ونص بخليكي ما تطلعيش منهم حاجه. انا معايا بقى 5 سم ال 5 متر بتوع المنقوش، احنا كده بس عشان الفيديو بس ايه داخل على 30 دقيقه. ادي الفيديو ده مهم جدا للقص بتاع طقم
اللي هو الساده اهم حاجه، الساده المصريه لان كتير قوي اصلا منتظرينه. وازاي يعني بتعملي كرنيش كده يا ولاء، تطلع معاكي سوا واحد تطلع معاكي شكلها حلو جدا، ما بتشتغليش كسر. شغل الكسر ده مش حلو جدا خالص في الملايات. الملايات محتاجه تشتغلي بدواسه الكشكشه، بيطلع الشغل بيطلع الكشكشه كلها كده بالطول وزي بعض ومقاسات واحده، ما بيطلعش مثلا واحد. اما اللي بيشتغل بايديه تطلع ناحيه عريضه شويه، ناحيه مش عارفه ايه شويه، ومتعب عليكي، متعب عليكي، وانتي مركزه بيكي عامله ايديكي كل شويه، تلاقي الكشكشه بايديكي، الكشكشه بايديكي بياخد. انا كنت بشتغل في الاول خالص بصراحه كشكشه بايديا، كنت بشتغل كسر، بس بصراحه من ساعه ما انا اصلا دي انا ما اتعلمتهاش من حد حكايه الشقي دي. طب انا قلت يا رب انا مش عارفه هو اشتغل بعرض القماش عادي كشكشه، التوسط الكشكشه مش بتكشكش خالص المصريه ولا الثري دي، بيكشكشهم بالعافيه. عايزه تشتغلي كشكشه لو انت معاكي طقم كله كشكشه، هيبقى من 3 دي او من مصريه، زي ما قلت لك هتشتغلي بطول القماش اللي هو هيكون البورس معاكي كده كده، وتشقي في ال 3 دي هيطلع معاكي كشكشه حلوه جدا، بدل لو انت شغاله نفس المصريه بدل بطول القماش. المصريه كذلك هيطلع معاكي كشكشه حلوه جدا لو انت شغاله بطول القماش اللي هو الاثنين مصريين، بطول اللي هو الايه؟ اللي انت بتكوني قصرنا عند التاجر، مش العرض. العرض اللي هو الثابت اللي هو ال 2 متر 40 بتوع القماش او 2 30 ده عرضه، اما الاثنين ونص اللي انت قصاهم هو ده اسمه طول القماش، فاهميني؟ طبعا انا معايا الطقم ده اطفال، هو في رسمه البجعه دي، هو طبعا مش هحتاج ان انا اعمل بالطول ولا بالعرض، هي رسمه اصلا حلوه جايه بطول السرير كده، فانا هشتغل عادي بالمظبوط. فانا معايا الملايتين هقصهم بقى كام؟ يعني في ناس بتقص الملايه متر ونص بالظبط، لا بلاش متر ونص بالظبط دي، خلي الملايه 160، فاهميني؟ يعني انا مثلا هقص 3 متر الملايتين 3 متر 20 ليه يا ولا ال 10 سم دول؟ قال لك انت بعد الثاني والكلام ده، ولو الكورنيش نقص منك 5 سم يبقى انت برضك مخليها الملايه طالعه 2 متر، طالعه 2 متر و5. يعني شوف انا بسيب، شوف يعني انا بسيب 5 سم في كل في الملايه، وبسيب 5 سم في الكورنيش، وبطل معايا الطقم برضك يعني زايد 5 سم بالظبط، يا يعني ممكن يطلع بالظبط مش تفتكر. لكن لو انت عملت الحاجه بالظبط 150 بعد الثانيه والكلام ده والقص والشغل عليه، الطقم بينقص 10 سم معاكي في النهايه، تطلع معاك كده الولايه صافي 190، لكن انت لازم تسيبي 5 سم. انا كده عملت اهو، ادي كده 3 متر للملايتين اهو يا بنات، 3 متر للملايتين. وفي حاجه كمان عايزه اقول لك عليها، القماش انت بتشتغلي فيه تبصي فيه، تبصي فيه عند القص، وتبصي فيه وانت على الاوفر، وتبصي فيه وانت على المكنه، حتى تبصي فيه وانت عند المكوه كمان، لان اللي ما ظهرش معاكي هنا ما ظهرش ممكن يظهر معاكي على المكوه، ممكن يظهر معاكي في التغليف، وانت فرشاه على السرير ممكن يظهر معاكي حاجه كمان، لو انت بتدققي في الحاجه اي عيب في القماش هيظهر معاكي. فانت اهم حاجه في شغلك انك تبصي على كل مرحله شغاله فيها على القماش، غلطه، قطع، اي نكشه بيظهر. انا مثلا كنت عامله الطقم مفصلاه وما شفتش اي حاجه فيه حلو، وانا بفرشه على السرير بيظهر لي العيب اللي فيه، بعد ما اكون فصلته هعوديه للزبون؟ طبعا لا. بروح مثلا انا ظهرت قبل كده في شغلي كنت عاملاه نكشه صغيره خالص في الكورنيش، هعمل ايه؟ فكيت الكورنيش من اول وجديد وعملت كورنيش من اول وجديد للطقم. فانت ما ينفعش تودي حاجه للعميل فيها اي غلطه طلع من عندك وانت شايفاها بعينيك، شايفاها بعينيك كده حرام انك تطلعيها وتقولي يلا انا ممكن ما تشوفهاش. يعني هي ما حاجات كتير بتيجي من المصانع كده، بس المصانع مش هو اللي ماسك الشغل بتاعه، لكن انت صاحبه منتج وصاحبه مكان وصاحبه كده، ما ينفعش تطلعي حاجه من عندك تطلعيها فيها عيب، فانت هتسالي عليها، لكن صاحب المصنع او المورد او كده ما بيسالش لان احنا مش عارفين مكانه، فاهميني؟ انت طبعا شغلك غير خالص، انت حاجه اسمها عموله، شغلك دايما يكون مميز عن شغل المصانع، فاهميني يا بنات؟ انا معلش بس قاعدين اهو معلي صوتي شويه، عشان انا كده كده ساعات تلاقي صوتي واطي ساعات تلاقي صوتي عالي شويه. فانا بصراحه هو الشرح انت عايزاكم بس في التعليقات تقولي لي الشرح كده فعلا هو مباشر كده افضل، ولا ان انا اسجل لكم؟ انا بتهيألي ان انا اسجل لكم دي بنسى حاجات وفي حاجات بتفوتني. ادي كده خلاص ال 3 متر و20 سم الملايتين اهو من ال 5 متر. بصوا بقى يا بنات اهو، بتروحي بقى بص لك بصه كده سريعه على الملايتين ماشي، وش وظهر وكده، عشان انت لو فيها غلطه في حته مش هيفيد معاكي وماشي ان انت تعوضي بيه، فاهمني؟ تبصي بقى ايه بصه كده يمين وشمال على القماش بتاعك قبل ما تقصي، عشان لو في اي غلطه اللي هيفيد معاكي مش هينفع تعملي بيه ملايه. ادي اهو، اهو ده
صحيح ان ده مش شقه هو اهو. بصي انت ادام قصه كويس، بصي اهي بتعملي وانت واقفه هتلاقي على طول قص ايه معاكي كويس. ايه ده اهو الملايتين 2 متر 20 3 متر 20 الملايتين بتوع الاطفال. خليكي سايبه الحاجه لسه ريحه وحطي سعر كويس، مش تصغري عشان تحطي سعر ايه وتعملي سعر اصلا بخس. في ناس اصلا بيعملوا سعر مش عارفه ازاي، بيحطوا اسعار غريبه باقل من ثمن القماش. تبصي تلاقي حاطه الطقم مثلا طقم القماش اصلا الطقم مكلف 350 جنيه 360 جنيه قماش، قال لها تقول لك ب 300 جنيه الطقم. ازاي ب 300 جنيه؟ امال فين شغل مصنعيتك؟ فين الجبن انت حاطتيه؟ فين الخياطه؟ فين المصنعيه؟ انت ازاي اصلا بتعملي كده؟ اتاريهم بيبقوا عاملين ايه؟ حاطين صور شغل مش بتاعهم، وبيجي يسلموا العميل بيدوا له اصلا قماش رديء جدا وارقم مقاسها صغيره. فدي حرام انك تعملوا كده، الغش حرام. ها انت الشغل انت هتنفذيه خليكي ماسكك مرتاحه، انت شغل تفصيل. فلازم دايما شغل الهاند ميد بيبقى دايما مميز عن شغل المصانع في كل شيء، في التشطيب وفي الفينش وفي الخياطه وفي المقاسات. دايما الحاجه اللي بتبقى معموله هاند ميد بتبقى دايما مميزه عن المصانع. المصانع بتبقى اسعارها بالارخص، والحاجه الهاند ميد مكلفه واغلى لانها هي معموله لك مخصوص، معموله للزبون مخصوص. ولو في اي مشكله بيرجع لك، وتكوني انت كمان لو في مشكله في الحاجه ما فيهاش حاجه انك انت تخسري وانت مش تخسريه. دايما الزبون على حق يا بنات، لو حصل معاكي اي مشكله دايما الزبون على حق. خليكي حاطه دي في دماغك، عايزه مشروعك يكسب ويبقى كويس ويبقى ليكي اسم في السوق، دايما الزبون على حق. لو هي حاجه مش بايديكي انت هتعرفيها، والله كذا 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 ممكن اعوضك، خلاص ابعتيها وانا هتصرف انا هعمل ايه، لكن انت مش تخسريها لان دي سمعتك. انت شغاله اونلاين فلازم الاونلاين يبقى عندهم امانه وضمير شويه. احنا عارفين طبعا ان لا كل الاونلاين كويس ولا كل الاونلاين حلو وحش. يعني كده عكست؟ ولا كل الاونلاين وحش ولا حلو. زي ما احنا البشر فينا الحلو وفينا الوحش. فما نخليش بقى كله بقى ياخد فكره سيئه عننا، لا. خليه يبقى في انت كده مكان معروف وصفحه معروفه وكل بيشتري من عندك، يبقى ايه الناس داخله وهي مطمنه من التعليقات من اللي موجودين في الجروب من الشغل، تبقى مطمنه. ادي كده اهو 3 متر 20 اهو. بصوا القماش اصلا ما بيكون اصلا عارفه ما باجي اشتري كمان الثري دي. بصوا القماشه ما باجي اشتري الثري دي كمان بمسكها على فكره الثري دي كمان والمايكرو فايبر بقى هتعملي. بصي من عند ثانيه القماش اهو، اهو ثانيه القماش من عند الثري دي اللي هي الهوك اللي هو الحرف بتاع الثانيه دي. هتروحي بردك عامله الاختبار ده كده يمين وشمال ماشي، وكمان تحسي القماشه تقيله وكويسه. ولما باجي اشتريه ما بحبش بردك القماشه اللي الاقيها طريه كده واحس ان هي اذا تكون قماشه قديمه، لا بحب اشتري القماش اللي يبقى مثلا الاقيه كده واقف كده ونضيف كده احس ان هو ايه جديد. ما بحبش الاقي القماشه اللي تكون طريه ومنعكش عند التاجر، ما بحبش اشتريها خالص. يعني بصي انت اهو بردك ال 3 دي والماكرو فايبر والحاجات دي كلها لازم تعملي الاختبار ده. بصي كده يمين وشمال القماشه ما شاء الله جامده اهي 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 واهي. بصوا اهي من عندي ثانيه القماش، ما تجيش بقى من عند البورصه تقولي بدل انا شقيته، لا ما تجيش من عند البورصه. انت تعملي يمين وشمال من عند الثانيه ده من عند حرف القماش من فوق اهو اهو يا بنات ماشي كده. دول ال 3 متر و20 سنتي اتقسموا ملايتين لنحط عليهم الكرانيش. هنيجي بقى هنعوز احنا كده اللي بقينا 38 دقيقه عايزين بس ده كله في القص. انا اصلا ايه ما اخليها الشرح برضك معاك كده بحاجه بعيدها لان هو يبقى شرح ونصايح. يعني الطقم دوت شرح ونصايح مش شرح بس، فاهميني؟ وزي ما قلت لكم اي حاجه انتم شايفينها بقت كويسه مثلا في الشرح ولا حاجه عرفوني يا ولاء كده الشرح كويس. احنا كده بصي بقى انت كده ايه في الحته اللي فاضله منك هتطلعي منها كرنيش. اهم حاجه قبل ما تقصي كرنيش بتاعت الملايه هتعملي ايه؟ هتبصي اول على الحته اللي هتاخديها هتعملي منها الخداديات، لانك انت عايزه الخداديات يجي فيها البجعه. انا كده البجعه معايا هنا كويس، البجعه معايا هنا اهي في النص. لكن لو جيت عند الحرف وقصيت للخداديه هتطلع. بصي انا بقول لكم شرح الطبي بتاعي ده مش شرح بس، نصايح وانك تعملي ازاي حاجه مظبوطه. هتطلع البجعه متاكله منها، لا خلاص يا بنتي هتروحي عامله ايه؟ هتروحي اصلا الجهه الثانيه. طبعا في دي هتحتاجي 3 قطع ونص، مش هتحتاجي 3 قطع زي الاصفر في الكلاني ده بيبقى كنس شويه وانت الاصفر بتاعك اطول.
تمام، فهتحتاجي 3.5 قطع للديل بتاع الكرانيش. فانت هتقصي 3 والحته الفاضله دي هتطلعيها من الهواء اللي بتطلع منك في القماش. ما تقصيش حته ب 20 سم بتاع القماش، لا انت طلعيها من الهواء اللي بتطلع معاكي، فاهميني؟ والله انا معايا، انا ممكن عارفه ممكن تعمليه، بس هي بطول الانبعاث القماش. لا خلينا زي ما احنا كده، وهنروح واخدين 40 سنتي عشان يبقى 20 و20. ادي اهو، يبقى احنا عملنا قصينا الكرانيش اللي هي التانية ديت. طبعا انت بتقولي يا ولا انت هنا قص هنا 20 وهناك 40 كده الطقم هيبقى الكرانيش هيبقى طويل. لا، على ما بتتني وبتعملي الكرانيش تصفى معاكي على حاجه ب 50، ما بتصفاش معاكي على 60 على فكره خالص. زي ما قلت لك القص والتانيه والخياطه بياكلوا في اللي انت سايباه. ادي اهو 40 سنتي ماشي، وهيفضل معايا. بصي بعد ما قصيت ال 40 سنتي طلع معايا هنا ان الطاووس هيجي في الخدديه، فدي كده خلاص هنقصها هي للخدديات، فاهميني؟ اهي بصوا، هنروح بقى ايه، خليكوا بردك مركزه في الحاجه اللي فيها رسمه عشان تطلع في الخدديات. الخدديات بردك ما بيكون انت حاطه الرسمه بتاعه الملايه في قلب الخدديه بيطلع الطقم شكله حلو جدا، فاهميني يا بنات؟ ادي انا قصيت 40 سنتي ولسه عايزه لي كمان قطعه، فانا لقيت ان وش البجعه هيكون كده هيطلع مظبوط في الخدديات، فاروح قصه بقى ال 70 سنتي بتوعي. مش هقص بقى 70، هقص 73 تمام. هقص ايه 73 كده، انا هقف انا كده هخلص معاكم لان التليفون كده 40 دقيقه وما فيهوش مساحه، وانتوا بقى ايه كده الباقي انت كده هتبقوا عارفين. ادي اهو، ادي اهو يا بنات اهو، بصوا البجعه اهي هتيجي في الخدديه 70 سم الخدديه، وبعد ما اوصل 70 سم هروح اقص كمان 20 سم اللي فاضله على القطعه الثالثه عشان الكرانيش، واللي هيفضل مني طبعا الكرانيش هتبقى 7 قطع ابقى اطلعها من البواقي، وهيفضل معاكي كمان قماش، هيفضل معاكي قماش. هتروحي بقى حاطه بقى كورنيش للخدديات، وتروحي بقى ايه انت بقى مظبطه ايه الدنيا بالفواضل اللي معاكي. تمام كده، احنا كده خلصنا القص بتاعنا، وهقفل معاكم عشان بس المساحه قبل الفيديو ما يقفل، قبل ما الفيديو بس ما المساحه عندي بتاعت التليفون تفصل. وكده انا خلصت معاكم بقى ايه شرح الطقم، التقفيل بقى هعمل له فيديو تاني لوحده، فاهميني؟ وكده بقى هقفل معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولا تنسوني في الاشتراك والتعليق، ولو انا اتحسنت شويه في الشرح والشرح المره دي مفهوم يا ريت تعلقوني، ما تنسوش لايك واشتراك وسبسكرايب، ولا ان شاء الله هبقى احسن كل مره عن المره اللي قبل منها. السلام عليكم.